اول حاجه بتخش تلاقيها في المعرض بعد التاجات العظيمه، تخش تلاقي عده حلاقه بتاعه يوسف كمال، جزء منها الامير طبعا وعمك الملك فاروق، والحاجات دي مش ذهب لكنها مذهبه، يعني كلها فضه مطليه بالذهب، كل الحاجات اللي كانوا بيستخدموها. ده ملقاط عجيب قوي، بس طبعا بتاع البشوات يعني. خش بقى على ايه، قاعه فيها حاجه لطيفه قوي، الصور على شمالنا ويميننا دي بتبدا من الصور على الشمال قصه حب من اول التعارف لغايه اللقاء، هو بيعرف نفسه وبيقدم تفاحه، وبتبدا القصه تمشي تمشي تمشي، تفاصيل قصه الحب لغايه ما يتجوزوا. هنا لف كده بقى لغايه ما هنا في اللوحه دي يتجوزوا، وبعدين في اللوحه دي دي لوحه الجواز من شايفينها، اللوحه فيه منتهى الروعه، تحيه والله العظيم عظيمه لمن حافظ على كل هذه الاشياء. ما تطلع بقى بره شويه عشان نصور اللوحه ديت، زق نفسك كده. ايوه اللوحه دي بقى خلفت اهي، بعد ما خلفت طلعوها بره وقفلوا الباب، خلاص جابت ولي العهد. دي الناشين اللي بيلبسوها طبعا الملوك والامراء، مش محتاجه تعليق مني. دي اعظم قلاده في عهد الملك فؤاد ثم في عهد الملك فاروق، زي قلاده النيل دلوقتي. تعرفين قلاده النيل كلها ذهب، سيبك من حكايه القلاده اللي خدها نجيب محفوظ دي طلعت فرصه لعمليه مريبه، انما دي قلاده كلها ذهب والماظ. هي المساله مش ان الذهب اللي فيها، مساله ان هي تبقى حاجه قيمه جدا زي كاس العالم كده، كاس العالم كله ذهب. يبقى بس اقول لك حاجه على القلاده دي مهمه، لما اتعملت دي في عهد فؤاد وفاروق سموها قلاده محمد علي، انما لما جت ثوره مصر وبقت البلد بتاعتك وبتاعتي سموها قلاده النيل، مش بقى عبد الناصر ولا السادات ولا حاجه. فده الفرق بين الملك وبين رئيس جمهوريه اللي بيختاروا الشعب احيانا يعني. دول قلادتان من الذهب للملك فؤاد الاول، مجموعه من الشارات الملكيه من الذهب المرصع بالماس للملك فاروق الاول. داخلين على الجامد قوي. اولا القاعه دي اللي احنا فيها او الاوضه دي او زي ما دايما هيبقى شقلب بتقول الفسحه اللي احنا فيها دي ما تقلش عن المجوهرات اللي في الفاترين، شغل الرسومات الموجوده، مجرد الحفاظ على ده في حد ذاته يعني ذهب والماظ واكتر، لأن شغل ما فيش زيه ما يتعملش زيه دلوقتي، يعني حاجة مش معقولة. الخشب نفسه موجود زي ما هو، حاجة يعني. ثم نبدأ بأول فاترين، أخش بقى هنخش في التقيل. زي ما انت شايفين كل حاجة بتبرق، بس نقرأ المكتوب والكاميرا هي هتتحدث. المفروض أقلل كلامي شوية عشان أسيبكم تتفرجوا على الحاجات اللي، عشان إحنا ما بنعملش الشغل ده كتير. مقتنيات الامير محمد علي توفيق، انتوا عارفينه فاكرينه محمد علي توفيق اللي هو احنا سميتوه عبده مشتاق، ده اللي عمل قصر في المانيال وعمل ممر كده كرسي عرش وفضل يحلم بالملك ما جالوش ابدا. زي ما انتوا شايفين حاجات ايه، الذهب والفضه المرصعه بالماس والزفير واللؤلؤ والمموه بالمينا الملونه. طيب في قاعه تانيه، انا هقلل كلامي لحضراتكم عشان اسيبكم تتفرجوا على الحاجات بتتحدث عن نفسها. ادوات زينه خاصه بالملك فاروق والاميره فوزيه. هذه مقتنيات جلاله سمو عظمه الملكه نازلي الزوجه الثانيه للملك فؤاد الاول. وانا سبق وقلت لكم ليه احنا بنقول فؤاد الاول،
لما تقول فاروق الاول تبقى محتار فيها مش عارف مين التاني، مفيش تاني. انما لما تقول فؤاد الاول في تاني اللي هو يعني تنازل له الملك فاروق عن العرش، ما حكمش ولا ربع ساعه ولا دقيقه واحده، لكنه يعتبر كان ملك، عشان كده ده اسمه فؤاد الثاني ابن الملك فاروق. دي مقتنياتهم. في حجر هنا مكتوب اسمه جمشت، قالوا لي هنا مدمزير رقيقة قالت لي اسمه أماديس. أماديس، معلش يعني كل واحد حاسب ثقافته بقى. هديله يا سيدي. دي مقتنيات الملك فاروق والأمير يوسف كمال، ذهب وبلاتين وألماظ وياقوت ومرجان وكل حاجة بتاعت علي بابا موجودة هنا. بس هنا أشارت لي سيدة فاضلة هنا من المسؤولين إن هنا العملة دي مهمة. ليه بقى؟ لأن إحنا قبل حسين كامل كنا تبع السلطنة العثمانية، فلما نسق نقود نسقها عليها الإمبراطور أو السلطان العثماني. دي أول نقود مسقوقة بالسلطان الملك المصري، السلطان المصري. فدي نقود تعتبر مهمة جدا في تاريخنا. زي ما انتم شايفين، انتوا بفسروا ايه الحاجات دي الحقيقة؟ حضراتكم تبصوا معايا، لان مفيش زي ما قال صلاح، مفيش ولا تفصيله غابت. يعني المكان مش عايز كلام، عايز الناس تمشي تبص كده وتتامل كل حاجه فيه، كل حاجه في منتهى الشغل. بص بقى، هات الكاميرا ونقعد شويه هنا، يعني ممكن نقعد هنا خمس دقايق كده ساكتين خالص، ونقول لكم همسا كده. الصغيره الزرقاء دي اللي مكتوب عليها محمد علي، واضحه جدا محمد علي بالعربي، وحوالين نجوم وكده، دي علبة النشوء، ما يعني ما تتخضش. ودي أقدم قطعة هنا لأنها من عهد محمد علي، علبة النشوء بتاعت محمد علي شخصيا. ثم ديول مكتوب عليهم فاروق وفريدة، علب دي بيقدموها هدية بشوات مصر للملك بعد جوازه. يعني الكاميرا خشوا اتفرجوا، اتفرجوا وشوف. ده قفل بس مش عارف يعني ممكن يطلع قريب. انا بقى القفل ده